ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة راح نتكلم في موضوع حقيقة دائما شاغل البنات وشاغل كل سيدة في البيت، وهو موضوع الأعشاب والخلطات. طبعا كثير منا يرفض أو يتجاهل فائدة هذه الأعشاب والخلطات، ولكن المختصين أو غير المختصين في هذا المجال دائما ما هم يؤكدون على فائدة هذه الأعشاب وأنه لها فوائد أكيد علاجية لأمراض كثير. طبعا رفضنا لهذه الأعشاب ما يعني أنه هي ما لها فوائد أو أنها مفيدة أكيد في أغلب الأحيان. عشان كذا في هذه الفقرة راح نتكلم في تفاصيل كثيرة عن هذا الموضوع، وراح نعرف إيش الخلطات وإيش الأعشاب اللي فعلا تفيدنا ونقدر نستخدمها لكن بطريقة صحيحة. اليوم راح تعرفنا على هذه التفاصيل كلها أكيد ضيفت في الاستوديو، وهي المهتمة بالطب البديل أستاذة رجاء فيدا. يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا فيك. أكيد في البداية أنا حابة أعرف سر اهتمامك بالطب البديل، سر اهتمامك بالخلطات الصحية أكيد. والله الحقيقة أنا أميل للطبيعة دائما وألتحم مع الطبيعة بس أتواجد فيها، فكل ما هو في الطبيعة أعشقه، ومن زمان عندي اهتمام بالأعشاب الطبيعية بالهيلثي فود، يعني ان يكون غالبا غذائي صحي الى حد كبير. اهتم بالسبلمنت اللي هي المكملات الغذائيه، فتلاقي حتى سياحتي كلها في اما منتجعات او صيدليات اعشاب او مكملات غذائيه، دائما ابحث عن الجديد واتساءل واجلس مع الاخصائيين وأشوف مكونات كل مكمل وإيش فائدته، فعندي عشق لهذا المجال. جميل جميل جدا. لكن اليوم أكيد أي فتاة قاعدة تتفرج علينا حتسألنا أو حابة أنها تسألك سؤال جدا مهم، أغلب الفتيات اليوم بيسألوا عنه، وكمان مو بس الفتيات حتى الشباب اليوم، إيش الفيتامينات اللي نحتاجها عشان تقوي شعورنا عشان تعطينا أو تعطي للشعر صحة جيدة؟ والله عشان تحصل على النتيجة الجيدة كل ما هو طبيعي، يعني احنا في عودة للطبيعة، والآن كل البحوث العلمية كل الأخصائيين حتى الأطباء قاموا يهتموا بالجانب هذا، لأنه يظن الأطباء أنه هم عندهم الكيماويات ومشاكل الأدوية أصبحت هي جزء كبير من الأمراض الجديدة اللي ظهرت في العصر الحديث. لذلك تركزت الدراسات كلها على البحث في النباتات والأعشاب عشان يستخلصوا منها المواد اللي هي تكون مايلة أكثر للطبيعة وتدي نتائج جيدة. ولكن هي سلاح ذو حدين، يعني ممكن تكون طبيعية ولكن نهتم في طريقة قطف النبات بيأثر على جودته، طريقة يأثر في الفائدة اللي ممكن يعطيني هي في المادة الفعالة. أيوة بالفعل تخزين النبات، طريقة تخزينه، لأنه مادة طبيعية ممكن في حاجات تحتوي على زيوت طيارة، مجرد قطفها وعدم استخدامها في خلال دقائق أو وقت محدد انتهت المادة الفعالة اللي فيها. فهنا الأخصائيين هم اللي يعرفوا لهذه المنتجات وكيف يحافظوا عليها وكيف يستخلصوا المادة الفعالة منها. فإحنا بنسمع أو نقرأ وصفة أو نأخذها من النت أو نسمع عن عشبة معينة نروح نجري للعطار ونجيبها ونخلطها ومودينا في داهية إلا النت. أيوة اليوم لما ندخل على منتديات ونشوف خلطات، وكمان مو بس النت، حتى البنات لما يجلسون مع بعض شوفي أنا حطيت ما أعرف إيش على ما أعرف إيش، وهي ما هي عارفة أنه هذا الشيء لو ناسبها ما حيناسب الثانية. يعني بالضبط، لكل جسم ردة فعل مختلفة. صحيح. استقبالها للمادة هذه زائد المشكلة اللي عندها في جسمها أو في الدم بالفعل. ما تعرف إيش ردة الفعل، ممكن تكون مادة جدا طبيعية، حتى لو عصير فراولة يتحط أحيانا على البشرة يعطي شد يعطي إضاءة يعطي كده، واحدة تانية تحط يعمل لها طفح جلدي يعمل لها حساسية إلى آخره من المشاكل، فردة فعل بشرتها مختلفة عن الثانية حسب المشاكل اللي موجودة عندها في جسمها. صحيح. لذلك إحنا ننوه دائما إنه إذا حبينا نأخذ أي مكمل غذائي أو أعشاب طبيعية لابد من التحليل سابق قبل البدء في استخدام المكمل أو بعده، لأني أشوف إيش اللي ناقص عندي أنا أجيب وأستخدم على أي أساس، إيش عرفني إيش الفيتامينات اللي ناقصتني، إيش المعادن اللي ناقصتني أو اللي عندي زيادة ما تحتاج إني أزودها، فزيادتها تديني ردة فعل عكسية. حلو جميل. فأنا تبصير بنفسي استبصاري بنفسي إن أنا أعمل تحليل أشوف الدهون أشوف الغدة الدرقية أشوف
الكالسيوم المغنيسيوم إلى آخره من وظائف الكلى والكبد مهمة، فكل 6 شهور مهمة أشوف التحاليل في جسمي إيش حصل فيها، على أساسها أخذ الناقص. بعدها برضو لازم أعمل تحليل، ليش؟ عشان أشوف إذا اكتملت عندي المعادن هذه والفيتامينات. حلو. دي ما يعني أحتاج زي أعمل اختبار لنفسي إذا أنا فادني أو ما فادني. بالضبط. لكن السؤال الأهم، أكيد إحنا عارفين أنه في النباتات والأعشاب فوائد وفيتامينات جدا كثيرة. أكيد يعني هي لأنه هذه الأشياء جاية من عند الله، فأكيد هي بتكون فيها فائدة أكثر من الأشياء اللي بيصنعها الإنسان اللي صحيح. هي زي الأدوية. لكن خليني أسألك عن أكثر أو أغنى الأعشاب بالفيتامينات والفوائد واللي لازم تكون في كل منزل، يعني أعطينا أمثلة. هو شوفي، كوننا بدأنا ناخذ نهتم بالأعشاب والنباتات الطبيعية، فهذه عودة إلى أو دعوة إلى عظمة الخالق لوحدها. الله سبحانه وتعالى، إحنا من يعني من منظومة هذا الكون، إحنا جزء من هذا الكون، منها خلقنا وإليها نعود. صح. فغذاءنا من هذه الأرض، وإحنا يعني خلقنا منها وإليها نعود تاني. فكل ما ابتعدنا عن الطبيعة زادت المشاكل وزادت الأمراض وزادت فإحنا مرتبطين بها، دخلنا عناصر صناعية كثير حتى غذاءنا اليوم. يعني للأسف أنا دائما أستغرب ليش حبة التفاحة تلمع لمعتها غريبة، سبحان الله. فشفت مرة فيديو وما صدقت كثير يعني، فجربت أنا، حطيت التفاحة فعلا صبيت عليها الماء الحار وحكيتها كده، طلعت منها مادة بلاستيكية مغطاية بها مشمعة بها، هي شمع يمكن عشان تحافظ عليها في وقت أطول فترة ممكنة في الثلاجات أو تعيش وقت أكثر. فهنا الصناعة شوفي قد إيش دخلت، زائد صح. الهرمونات اللي مكونة أو سقيت بها هذه النباتات. صح. فشوفي قد إيه ابتعدنا عن الطبيعة، أصبح الغذاء تقريبا شكله طبيعي ولكن هو في الداخل مليان بالهرمونات، زائد المبيدات الحشرية، زائد الأسمدة الكيماوية، فدي كلها لها تأثير. أكيد بيقلل من فائدة كمان هذه النباتات، بيودي الفيتامينات والألياف والمعادن اللي إحنا محتاجها بنحتاجها في وجبتنا. بس إحنا اليوم ما عندنا للأسف يعني حل بديل، يعني هو هذا الموجود وهو هذا اللي إحنا خلاص يعني متعودين عليه. والله علم الإنسان ما لم يعلم، يعني البحوث العلمية دؤوبة جدا في الدراسات، من كثر المشاكل اللي ظهرت والأمراض أصبح في دراسات متعمقة كثير ولا زالت مستمرة ليل نهار، وبتكتشف الجديد وبتكتشف الأفضل. ما نكون متشائمين كثير، لا زال في خير، لا زال في منتجات بتكون قوية طبيعية. طبعا تنافس الشركات أصبح في أنه هو هذا في صالحنا. صح. التنافس هذا أنه بيخلي كل شركة بتفضل تعمل الأفضل إلى أن تصل لقمة 100% من المنتجات الطبيعية. صحيح. فالآن يعني في أصبح بس نكون واعين، يعني ما نأخذ بالوصف، ما نأخذ بتجربة أحد. إحنا إذا حبينا نأخذ مكمل غذائي من شركة سمعنا عنها، ما أنزل أشتريها لأنها مشهورة أو لأنها، أبحث عن الشركة هذه مصداقيتها، أشوف إيش الجامعات والمراكز الطبية، أجتهد يعني مو أكتفي بس أيوة أسأل فقط. أدور أقرأ. حلو. حلو. ما أدخل في جسمي منتج إلا أنا أكون واثقة تماما أنه صحيح. أهمية من المنتج، مين اللي بيدعم هذا الإنتاج، إيش الدراسات اللي وصلتها، أقرأ البحوث عن هذه الشركة، ساعتها أأتمنها. وأول وأخيرا ما أنسى التحليل سابق وبعد. أكيد. لكن قبل خلينا وبعد. ندخل بشكل عملي أكثر، يعني تكلمنا بشكل نظري لكن خلينا نطبق بشكل عملي. الناس اللي بيكون عندهم رشح، بيكون عندهم ضيق في التنفس أو مشاكل والتهاب في التهابات تنفسية أو مثلا قولون أو آلام في المعدة، هذه الأشياء كلها كيف ممكن نحلها أو كيف ممكن حتى نعالجها بالأعشاب؟ هل لها علاجات وحلول؟ أكيد لها علاجات، ما خلق الله من داء إلا جعله دواء. فالله سبحانه وتعالى زي ما قلنا إنه الطبيعة أدلتنا كل شيء، ولكن إحنا بس نحتاج إننا نبحث ونفهم ونستبصر بكل ما هو حولنا. فطبعا زائد إن نعرف كلنا الجنزبيل، العسل، الليمون، كلها من المضادات، البصل كلها من المضادات، بتعطي جسمنا مضادات حيوية بتحارب الجراثيم والبكتيريا. يعني البصل مثلا يحتوي على
مادة اسمها كوكونين. الكوكونين هذه بتحرق السكريات في الجسم مثلا زي ما بيعمل الأنسولين. الفيرمننت برضو موجود في البصل، هذا بيحفز العصارة الهضمية في المعدة والقولون، فبتحمي القولون من الأمراض. لكن احنا نحتاج دائما انه نعمل ديتوكس، تنظيف للقولون كل صح. 6 أشهر على الأقل. يعني نعمله عن طريق ان تنظيف القولون، توجد أعشاب خاصة بالتنظيف هذا، ولكن تحتاج لأخصائي يعطينا هي، ما ناخذها بشكل يعني. كثير ناس استخدمت مثلا مادة السنمكي، صحيح هي مادة تقوم بالتنظيف بشكل عالي لكن لها آثار جانبية إذا أخذناها بدون وعي، بدون كمية معينة، بدون شرب مياه كثيرة معها، فبتأدي إلى جفاف، إلى تغييرات في الدم. فنكون حريصين ما نسمع عن عشبة ونروح ناخذها حتى وإن كانت فعالة. حلو. نروح للأخصائي المختص يعطينا هي بمقادير محددة بكميات معينة بوقت معين، لها وقت معين تستخدم. إيش اللي تحتاجه من حمية؟ يعني تنظيف القولون يحتاج إلى حمية وقت التنظيف عشان يدي نتيجة جيدة. طب خلينا عشان كمان السيدات وكل البنات اللي قاعدين يتابعونا ما يزعلون مننا، خلينا نعرف، أكيد هم دائما يبحثون عن الشيء اللي يخلي البشرة نظرة، اللي يخليها ما فيها تجاعيد، يخليها تقول لك أنا أبغى بشرتي زي البلاطة. اليوم هل الأعشاب ممكن تخلي البشرة فيها كل هذه المميزات؟ وإيش هي الأعشاب اللي ممكن يستخدمونها عشان طبعاً يحصلوا على هذه النتيجة يعني؟ أكيد لها نتيجة، بس زي ما قلت لك أنا أحب دائماً أبدأ بالتأسيس الصح. يعني ما أحب أدي خلطة أو هذا وتروحي تحطيها على الوش وخلاص وانتهت كده. يمكن تعطيك النتيجة فترة معينة بسيطة، شهر أو أقل أو أكثر، لكن حترجع إذا ما سوت ردة فعل أكثر. ما بأسيء لها، لكن ممكن تفيد إذا أنا بدأت صح من الداخل. إحنا دائما نفكر يعني بلاش الأشياء الظاهرية، إحنا نبغى كل شيء بسرعة. هذه مشكلة أحيانا تكون، يعني إذا أنت مستعجلة اليوم في مناسبة معينة سوي الشيء السريع، ما في مشكلة، أعملي خلطة لبن بالعسل، لا ما حتضر، حتديكي نضارة، حتديكي، بس اشتغل على نفسك صح من الداخل للخارج. أبدأ من داخل الجسم، بيتداء المعدة زي ما قلنا، تنظيف القولون له تأثير كبير. لو الواحد يهتم بالمشكلة هذه أو يعتني فيها حيشوف ما تحتاجي يمكن خلطات، ما تحتاجي كريمات، تتوحد لون البشرة. لأنك إيش تنظيف القولون يعني إيه؟ أنت طردتي السموم، الأملاح، سموم الأغذية، سموم حتى الهواء والروائح والأدوية، المضادات الحيوية، كلها بتروح فين؟ بتترسب في القولون وفي الدم، بتعمل أكسدة في الدم. صحيح. بتنعكس فين في الآخر؟ على البشرة وعلى أكيد. الجسم وعلى الشعر. أكيد. صحيح صحيح. هو كل شيء يعني إذا استخدمناه بالعقل أكيد رح يعطينا نتائج، ولكن زي ما ذكرت إذا استخدمناه بطريقة غير صحيحة أكيد حيجيب لنا التوازن مطلوب. بالضبط صحيح. يعني لازم كل حاجة نأخذها بتوازن، لا نكثر منها ولا نقلل منها، وبداية التوازن نمشي مع جسمنا صح، نكون واعين بأجسامنا إيش محتاجة. زي ما قلت لك إنه طرد السموم جدا مهم، وتنظيف الدم، لأنه حتى بيعمل امتصاص صح. لو أنت أخذتي أعشاب أو أخذتي خلطة أو أخذتي مكمل غذائي جيد، هتلاقي الجسم بيمتصه كامل، بياخد المادة الفعالة والفيتامين اللي موجود بشكل متكامل. ليه؟ لأنه بيدخل على دم نظيف، على قولون نظيف. صحيح. فأنت هنا بتستفيدي 100% من المنتج. صحيح. طبعا أستاذة رجاء فيدة نورتينا اليوم في برنامج سيدتي، وكان ودي الفقرة طول أكثر ونستفيد منك أكثر، لكن إن شاء الله نتقابل في لقاءات أخرى. نورتينا وشرفتينا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. أهلا. طبعا متابعينا فقرة سيدتي باقي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.